لا نشوفوا باللي ستيل الزنقاوي هدايا ولو يحبوه كامل لي جان كاع يعني كبار صغار كامل حبوه، يتميز بالكلمه النظيفه ويحكي دائما على واقع اجتماعي معين. وشنو هالحاله الاجتماعيه اللي راك حاب تعالجها في كاش غنيه ان شاء الله؟ ولو كان تحب دير الدويو هكا بروشينمون مع من تحب ديرو؟ سواء متزاير ولا خارج الجزائر. الاغنيه الزنقاويه سي فغي كو جات في وقت كانوا الناس كامل في ديورهم. صح. يعني لوكازيون الكبيره اللي نقدر نقول لك فيها باللي الزنقاوي باش بان، كانت فرصه. كنا الكلمه يدخلش للدار ولا يدخل للدار، كانوا العائلات مشتتين ولاو اطاشي، ولات الناس ديغوتيا كاع في اليوتيوب. دونك نقدر نقول لك لوكازيون اللي خلات لو ستيل هذا يبان سي لا بيريود تاع الكوفيد. اي اون بليس ميم حنا لقينا فرصه باللي الناس خلاص نجحوا اغاني، لقينا باللي سي لوكازيون باش نلحقوا لي ميساج اللي عايشهم الناس، وكان حتى اللي عايشينهم فنانين ايتو. دونك بالك تاني نزيد لك حاجه، بالك كي شفنا الاتحاد تاع بزاف فنانين في عمل واحد. صح. هذه كانت ناقصه شويه ما نشوفوها. شوفوا فنان دار مع ناس واحد اخرين وتخرج اغنيه، انتم واحد يلحن واحد يكتب واحد وتتعاونوا كامل في هذاك الكليب، هذه حاجه ثاني مهمه باش ينجح العمل. النيه لو طرافاي تاع ليكيب نجح جامي يجي واحد وحده مهما ما يكونش. صح. هذا الزنقاوي ولا جميع البجالات. لا نقدر نقول لك بلي لوكازيون اللي خلاتنا سي فغي كو واش نخرجوا سوكسي توندونس لا بروف. لا شونسون تاع زيديني في لا بيريود هذيك ان موا اي دمي توندونس نيميرو 1. كانت واقعه واحد لا كومبرومون في التوندونس وين المجرد كان المجرد البهاوي جوبونس باسكو حنا كنا سويفيو في هذيك لا بيريود شاك 4 جور 5 جور نشوفوا كيفاش. يبا كانوا 7ام 6ام 3ام يعاودوا قعدت يعني تالمون لي في بزاف اي تالمون الناس كانت مبرونشيه. وزيد اونيا جات حنا كنا المرض وجات في وقت يعني وين تنحي على البال. دونك النجاح ما يجيش بواحد وحده. صح. اي اون بليس لو ديو اكتويالمون مانيش نخمم بصح ولا يكون ديو في لو سونس بوزيتيف ويكون انا عرفت شكون خير وهذاك عرف مع من يدير بوركوا با. مي كاين انسان في راسي ما كانش ولا انسان مام خارج الجزائر. مازال مازال بور لو مومون مازال راني نوجد في اعمالي. يعني انا ما خرجتش دائما ونحب كي نخرج حاجه يعني تكون قلب الحكايه يلا تكون نقيه. سي سا لو طرافاي، طرافاي تاع رزانه سي ملاح سي فوالا صح فوالا.